يرجوكم أو يعيدوكم من ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه إذ يتناجون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ربه أعلم بهم. قال الذين ظلموا على أمرهم لنستعيدون عليهم مسجدا. يقولون شلاشة ربكم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بإدنتهم ما يعلمون إلا قليلا فلا تعمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفعت بهم منكم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلى أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نشيت وقل عشاء حديا وقل عسى أن يحيان ربي لأقرب من هذا رصدا. ولبثوا بكهفهم ثلاث مئات سنين وجداد شاء. قل الله أعلم بما لم يطر لو غيب السماوات والأرض أبشر به وأسميع لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تعجل من دونه مستحدا. وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحض عيناك عنهم تريد جنة الحياة الدنيا ولا تحش من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل لقوم ربكم فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين النار أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنحار يحلون فيها من أشاور ويشاورون أجيابا أكبر من
إِنَّ شَجَرَةَ الشِّيُوعِ وَأَشَدَّ طَبْعًا مُتَّعِينِ وَفِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم. Kok, Lep? Ini Allah. Ini video-video terus.